برصاب كجبل كسناج أحمد عبد فلاي يوم أن تشير شرائط كقبتة حرون تمام الكجبل كسناج مقالة عير جابو أي كده واقعشان يلا باتن حمناد أو ككوبن جودي دا قبان قابا دا حسك سديد يتبان كمية سنة داينو كتشرنو يلا بدا كون يلحية طبان كا جودي دانو برصاب كوم مقعاب حسك قبان قابا دا سديد يتبان كمية أي ككوبن مسؤولين سلامها الدولة دا حل دبانا دا الدولة دا هوسي قنع ستو يولي ما مسؤولين كلا وحنا برصاب كبرشاد قبل كسناج وقبا غي إنه يوديار قروبان حسك وينين تسديد يتبان كمية وهاتن لقى تشوغو ربع قرني وحمانتا اوهي بشو تهي تضب ايه لباتك ابريل انا مقا عاوي قد دقا مقاردا حسكا ستيد يتوان كمي تاس او مسقر من مانتا شان ايه لباتن قوردي ايه كوب باقان تهي سيدا اوغيد قد دقا مقاردا ايه مانتا مقا عاوي وحوي شان ايه لباتن حملود او يسوو تشرا لامه الدولد هيالا الدولد اسو دوياشا كل هديكانك كان عصت هذا للي يرى هذا سفر سوسيتيك سوتشر إن دجمورينك إن أي سوين أو مغلة أو غام مغران سنة جورة عشر يلا باترات يلا بابا كل يلي هي طبعا كوك أدنى دلائك دي عاد الله حسوا السنة يا لما انقل عصت هذا تدوي لها هي الدولة هي لها الدولة إذا ماذا لما انبا إن شاء الله تعالى أي حفيزين القرحون هذا والله جو حرو عرق جمهورية الصومال الآن لما بفرق إنك قبل كسنك دقمو إن كيسة تولو إن كيسة هي عاصبة دبا إن لو ديار جروبو حسكا استديو تمن كمي إيش إن يلي باتين ترسيدي عبد الرحمن أحمد إلسر تلفيشن كعالمي جايستار مقالة عرقبو.